أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة التاسعة من مقرر Pharmaceutical Organic Chemistry 2. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الكربوكسيليك أسيدز، وهنتكلم بالظبط على الأروماتيك كربوكسيليك أسيدز، مش هتختلف كتير عن الأليفاتيك. البيرنت بتاعنا هو البنزويك أسيد، عبارة عن حلقة بنزين وماسك فيها COOH جروب. إزاي أعمل نومنكليتشر؟ زي ما قلنا البيرنت هو بنزويك أسيد، عبارة عن بنزين كربوكسيليك أسيد. أي سبستيتوان تاني موجود الـ COOH بيبقى ليها برايوريتي عليه، فبتاخد رقم واحد وبيبقى هو البيرنت. فلو أنا عندي 2 هيدروكسي بنزويك أسيد ليه كومن نيم اسمه ساليسيليك أسيد، طبعا الـ 2 هيدروكسي هو الأورثو هيدروكسي بنزين كربوكسيليك أسيد. لو عندي أورثو أمينو بنزين كربوكسيليك أسيد ليه كومن نيم اسمه أنسرانيليك أسيد. لو عندي مركب فيه داي كربوكسيليك فبقول عليه 1-2 بنزين داي كربوكسيليك أسيد، اللي هو ليه كومن نيم فيتاليك أسيد. لو عندي مثلا SO3H بتبقى ميتا سلفو بنزويك أسيد. الأسيديتي أوف كربوكسيليك أسيد زي ما أخدنا قبل كده، الكربوكسيليك أسيد البي كي اي بتاعتها إكويفلنت تقريبا 5، ودي بتبقى مور أسيدك عن الفينولز اللي ليها بي كي اي من 9 ل 10، والألكحولز اللي ليها بي كي اي من 15 ل 18. بيحصل لهم ديسولف طبعا في الأكوا سوليوشن أوف صوديوم هيدروكسيد والأكوا سوليوشن لصوديوم بيكربونات، لأنهم بيتحولوا لصوديوم سولت أوف أسيد، والسولت بتبقى معظمها سوليبل إن ووتر. الكربوكسيليك أسيد زي ما احنا شايفين ليها هاير أسيدتي عن الفينول وعن الألكحول. طبعا في علاقة عكسية ما بين الأسيدتي وما بين البي كي اي، كل ما بتقل البي كي اي كل ما بيزيد الأسيدتي. الكربوكسيليك أسيد ليه عندها هاي أسيدتي؟ زي ما قلنا قبل كده نتيجة الكونجيجيشن اللي بيبقى موجود بالسي او او جروب، ونتيجة كمان أو الريزونانس، ونتيجة الاندكتيف إفكت للكربونايل جروب اللي بتبقى موجودة. ده الريزونانس اللي بيزود من الاستابلايزيشن للكونجوجيت بيزوز اسيد اللي بيتكون، وفي نفس الوقت ايه الاندكتيف افكت اللي هو ماينس اي افكت اوف سي دبل بوند او. طيب لو انا عايز اعمل كومبير للاسيديتي لديفرنت كلاسز، بعتمد على الاندكتيف افكت، وبعتمد على هل الاتش بتبقى سهل انها تخرج ولا لا، والانين اللي هيبقى متبقي اللي هو الكونجوجيت بيزوز اسيد هيبقى ستابلايزد ولا لا. فلو انا عندي مثلا كربوكسيليك اسيد وعندي فينول وعندي الكحول، لقينا انه الاسيد هو التوب في الاسيديتي وبعده الفينول وبعده الكحول، لان الاسيد بيبقى عنده كونجوجيت بيز اوف ذا اسيد عامله ستابلايزيشن بريزونانس داخل مع الحلقه ومع سي دبل بوند او. الفينول بيبقى الكونجوجيت بيز داخل بس مع الحلقه. طبعا في الالكحول الكونجوجيت بيز اوف ذا اسيد اللي بيتكون ما بيبقاش اصلا في ريزونانس، ما فيش باي بوند مع حلقه البنزين، فما بيعملش ستابلايزيشن بدرجه كافيه. كل ما بيبقى عندي الكترون ويزدروينج جروب كل ما ده بيزود الاسيديتي، بينما لو عندي الكترون دونيتنج جروب ده بيقلل الاسيديتي. زي ايه الالكترون ويزدروينج جروب؟ زي مثلا الاس بي 2 كاربون اللي هي عندها دبل بوند، السي ال، البي ار اللي هم الهالوجين، الان او 2، السي اتش او، السي ان، كل دي جروبز بتقلل الاسيديتي زي برضو كربوكسيليك اسيد نفسه. طيب ايه الحاجات اللي ممكن دي بتزود الاسيديتي، ايه الحاجات اللي ممكن تقلل الاسيديتي يعني ليها الكترون دونيتنج افكت؟ زي مثلا الاو اتش، الان اتش 2، الاو سي اتش 3، الار جروبز. الاروماتيك اسيدز بتبقى اسيد ليها اسيديتي اعلى من الاليفاتيك اسيد. ليه؟ علشان خاطر الاروماتيك دي بتبقى متصله بكربون، بتبقى اس بي 2 هايبريدايزد كربون، واحنا من ضمن الحاجات اللي قلنا بتزود الاسيديتي وبتشتغل كالكترون ويزدروينج جروب الاس بي 2 كربون، بينما في الاليفاتيك بتبقى الاس بي 3 هايبريدايزد كربون موجوده، ودي ما بتبقاش ليها افكت على الاسيديتي. هيدروكسي بنزويك اسيد هنلاقي ان الاورثو هيدروكسي بنزويك ده بيعمل هيدروجين بوند ما بين الاو اتش الاورثو وما بين الكربوكسيليك جروب، فبيسهل هنا خروج الاتش الموجوده، وبعده بيجي الميتا لان الاو اتش بتعتبر اكتيفيتنج جروب، فبالتالي وجودها في الاورثو او في البارا بوزيشن مش كويس، لكن في الميتا بيكون التاثير اقل.
وبعده البنزويك اسيد، واخيرا البارا هيدروكسي بنزويك اسيد. الأورثو هيدروكسي بنزويك زي ما اتفقنا ده الموست اسيدك، لان عنده افتر لوزنج الاتش بروتون اللي بيبقى موجود على سي او اتش جروب بيحصل استابيلايزيشن مش بس بريزونانس لكن نتيجه تكوين انترا مولكيولار هيدروجين بوند مع الأورثو هيدروكسي جروب اللي بتبقى موجوده. الميتا هيدروكسي بيبقى اسيدك عن البنزويك اسيد بسبب الماينس اي افكت للاو اتش جروب، وهي موجوده في الميتا بوزيشن، هي بتشتغل هنا بالماينس اي مش بالبلس ام بتاعها. البارا هيدروكسي بنزويك بيبقى ليه بلس ام افكت، فده بيبقى اقلهم في الاسيديتي لان الاو اتش جروب هنا بتبقى بتزود الالكترون دينستي على الحلقه. ازاي اعمل بريباريشن للاروماتيك بنزويك اسيد؟ ممكن اعمل اوكسيديشن لالكايل بنزين بكي ام ان او 4 او بكي 2 سي ار 2 او 7. اي الكايل بتكون موجوده شرط ان يكون ليها بنزيليك هيدروجين، يعني الكربون اللي ماسكه في الفينايل رينج بقول عليها بنزيليك كربون، والهيدروجين اللي ماسكه فيها بقول عليها بنزيليك هيدروجين. لو موجود الهيدروجين دي بيحصل اوكسيديشن وبيتكون الكربوكسيليك اسيد. اي بقى الكايل جروب هجيبها حتى لو هي برانشد حتى لو هي كبيره بتتحول كلها لكربوكسيليك جروب، زي الايزوبروبايل موجود عندنا ده، في عندي ايزوبروبايل وفي عندي ميثوكسي بالكي ام ان او 4 او بالكي 2 سي ار 2 او 7. الايزوبروبايل كلها بتتحول لسي او او اتش جروب بينما الميثوكسي بتفضل زي ما هي. ممكن كمان من السي ان جروب زي ما اخذنا لو عملت هيدروليسيس في اسيد ميديا بتتحول الى سي او او اتش جروب، فلو عندي سي ان على حلقه البنزين مباشره هتتحول لبنزويك اسيد، ولو في سبيسر موجود عباره عن سي اتش 2 بيتحول لسي اتش 2 سي او او اتش. نخلي بالنا انه البنزالدهايد بالاتش سي ان كنا بنعمل له اديشن رياكشن نيوكليوفيليك اديشن وبيتحول لسيانوهيدرين، والسي ان كنت بعمل لها هيدروليسيس فبيدينا مندليك اسيد اللي هو الفا هيدروكسي كاربوكسيليك اسيد. يبقى ممكن من خلال السيانوهيدرين ان انا احصل كمان على الكربوكسيليك اسيد، وممكن كمان انه التولوين لو عملت له نيتريشن ب HNO3 و H2SO4 بيدي البارا دريفاتيف، في وجود ال FeE و HCl بحول ال NO2 الى NH2 بعمل لها ريدكشن، وبعدين ديازونيوم سولت ب Na NO2 و H، وبعدين CuCl بيدخل مكان ال NH2 ال Cn، وبعدين السي ان دي بالهيدروليسيس في اسيد ميديم تتحول الى سي او او اتش. وهنا ممكن اقول لك ازاي تحضر البارا ميثايل بنزويك اسيد من التولوين. طبعا المفروض ان حاجه زي السي او او اتش دي بتبقى دي اكتيفيتنج جروب، فلو السي اتش 3 هتدخل في الميتا بوزيشن، فهنا دخلت في البارا ازاي؟ عن طريق الخطوات اللي احنا قلناها دي. طيب ما ننساش برضو انه الارايل بنزين ما بيحصلش السبستيتيوشن النيوكليوفيليك سبستيتيوشن بسهوله، لا لازم يكون عندنا دراستيك كونديشن زي ما اخذنا قبل كده، او اعمل دي اكتيفيشن للاروماتيك رينج عن طريق ال NO2 او الالكترون ويزروينج جروب اللي انا بحطها على حلقه البنزين. طيب ايه الرياكشنز اوف كاربوكسيليك اسيد؟ زي ما اتفقنا COOH عباره عن الكترون ويزروينج جروب، يعني بتعمل دي اكتيفيشن للرينج فبتقلل الالكترون دينستي الموجوده، وبتوجه اي سبستيتوانت يدخل في الميتا بوزيشن، فانا هنا ممكن اعمل الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. لو فعلتها مع البرومين هيدخل برومين في الميتا بوزيشن. الأورثو والبارا سبستيتيوتد بنزويك اسيد ممكن برضو احصل عليهم، بس الاول اكون محضراهم من دريفاتيف اكتيفيتنج زي مثلا التولوين، حضرت منه الأورثو كلورو دريفاتيف، وبعدين هعمل اوكسيديشن للتولوين فسي اتش 3 بتاعته تتحول لكربوكسيليك اسيد فيدينا الأورثو كلورو بنزويك اسيد. ممكن كمان احصل على 2 4 6 تراي برومو بنزويك اسيد من البنزويك اسيد نفسه، وده عن طريق ان انا هحضر الميتا نايترو دريفاتيف ميتا امينو دريفاتيف، وبعدين هعمل برومين في HCl فيحصل
دخول للبي ار 2 في القرص والبارابوزيشن بالنسبه للان اتش 2 جروب اللي هي الاكتيفيتد جروب، وبعدين هعمل دايزونيوم سولت للان اتش 2 عن طريق الاتش ان او 2، وبعدين هسخنها مع اتش 3 بي او 2 فيحصل ريموفال للجروب كلها ويتكون التراي برومو دريفاتيف اللي احنا عايزينه. الرياكشن كمان بتاع السي او اتش جروب ان انا ممكن احولها الى اسايل كلورايد يعني اسيد دريفاتيف، لو فعلتها مع حاجه تعتبر سورس للسي ال زي ساينايل كلورايد اس او سي ال 2 او بي او سي ال 3 او بي سي ال 5، كل ده بيحول السي او اتش جروب الى سي او سي ال. ممكن كمان اعمل دي كاربوكسيليشن لو انا عملت هيت مع سترونج اسيد، بيحصل ريموفال للسي او او اتش جروب، وطبعا الرياكشن ده بيبقى اكسلريتد بوجود الكترون دونيتنج جروب في القرص او البارا بوزيشن للكاربوكسيليك اسيد. والميثود اوف دي كاربوكسيليشن بتعتبر اروماتيك الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن، وبتمشي بالالكتروفيليك سبستيتيوشن ميكانيزم.